بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دفعة روح. بالبداية معكم زميلتكم سلمى من دفعة صميم. اليوم إن شاء الله راح أشرح لكم هاي المحاضرة اللطيفة اللي بتحكي عن الكارتلي تيشو وخصائص هذا النسيج وأنواعه وديجنريشن وريجنريشن وكل هاي الأشياء. إن شاء الله راح تكون لطيفة وسهلة. بالبداية الكارتلي تيشو هو عبارة عن specialized type of connective tissue، يعني هو نوع متخصص من أنواع النسيج الضام، وهو supporting connective tissue، يعني الأهمية الأساسية للكارتلي تيشو هو to maintain the integrity of other tissues، عشان يحافظ على الانتجريتي، عشان يعمل دعم للأنسجة الأخرى. كمان قوام هذا النسيج هو عبارة عن سيمي سوليد، يعني هو لا بيكون مثل العظام سوليد ولا بيكون سائل مثل البلد، هو بيكون بين البينين. وهذا الاشي بسبب انه الريشيو بين الاكسترا سيلولار كومبوننت والسيلولار كومبوننت لهذا النسيج. طبعا هو بتميز بوجود abundant amount of extra cellular component، عشان هيك هو عبارة عن سيمي سوليد تيشو. الموضوع اللي بعده بدنا نحكي عن الديفلوبمنت لهذا النسيج. أول إشي بيكون في عنا خلية اسمها primitive mesenchymal cell. هاي الخلية عبارة عن multipotent stem cells from mesoderm. multipotent stem cell يعني هاي الخلية give rise to more than one cell، يعني بتعطينا الأوستيوبلاست، بتعطينا الفايبروبلاست، الأديبوسايت، الكندروبلاست، كل هاي الأنواع من الخلايا، عشان هيك اسمها multipotent stem cell، خلية جذعية multipotent. from mesoderm هذول المراحل الجنينية هم الميزوديرم الإندوديرم، بس أنتم ميزوا أن هي بتظهر من الميزوديرم. هاي الخلية اللي هي primitive ميزنكيمال سيل. بعدين هاي الخلية بصير إلها ماتوريشن وبتعطيني الكوندرو بلاست هون. هيها بصير إلها أعطتنا أول إشي الكوندرو بلاست، بصير إلها ماتوريشن بتعطيني الكوندرو بلاست. بعدين الكوندرو بلاست بصير إلو ماتوريشن وبعطيني الكوندرو سايت اللي راح يكون لي الكارتليج تشو. يعني صار في عنا ثلاث مراحل أو ثلاث خلايا. أول إشي عنا البريميتيف ميزينكيمال سيل أعطتني الكوندروبلاست، الكوندروبلاست أعطتني الكوندروسايت. هلا بعد ما حكينا عن الديفلوبمنت لهذا النسيج، بدنا نحكي عن الكومبوننت لهذا النسيج والأشياء اللي بتكون منها. أكيد بتكون من سيلولار كومبوننت اللي إحنا حكينا عنهم، اللي هما الكوندروسايت اللي بيظهروا لي من الكوندروبلاست. كمان هذا النسيج فيه فايبرز اللي هما الإلاستين والكولاجين. هلا أهمية الفايبرز داخل النسيج إنه بتعطيني مروني أكثر لهذا النسيج، واللي بتساعده في المين فانكشن للكارتل تشو واللي هو السبورتينج للأذر تشو. كمان بيحتوي على abundant amount of extracellular component، حكينا هذا الإشي لأنه هو عبارة عن semi solid which include proteoglycans which is glycosylated proteins، sulfated glycose aminoglycans اللي إحنا بنختصرهم في الجاجز، نحكي عنهم الجاجز. في عندي ثلاث أنواع من الجاكس في داخل هذا النسيج. أول واحد الكوندرويتين سلفيت، الكيراتين سلفيت، والهايلورونيك أسيد. بعدين رح نحكي في هذا البوكس عن كيف بتصطف الخلايا الكوندروسايت داخل النسيج أو كيف بتتنظم. هاي الخلايا تحمل نفسها bury itself within extracellular matrix in a space called lacuna، يعني هي بتحمل نفسها في إشي اسمه لاكونة، تنظيم اسمه استراكشر اسمه لاكونة، بتحمل نفسها، بتكون طبعا على شكل أزواج، يعني على الأغلب بتكون زوج من خليتين حامل نفسها داخل هذا الإشي اللي هو اللي اسمه لاكونة، وبكون موجود عندي أكثر من لاكونة اللي إحنا جمعهم لاكوني داخل الكارتليج تشو. هاي الخاصية أو هاي الكاركترستيك مش الكاركترستيكس ما بتكون موجودة فقط في الكارتليج تشو، ولكنها كمان بتكون موجودة في البون تشو. بنشاهد هاي اللاكوني وراح تشوفوهم في لاب الهيستولوجي ان شاء الله، راح تركزوا عليهم. يمكن اعتقد راح يجيب لكم اياهم الدكتور هيك، وراح تعرفوا انه هذا اللاكوني او اللاكونه بتكون خاصيه من خصائص الكارتليج تشو. لما حكينا عن الديفلوبمنت لهذا النسيج، حكينا انه الكوندروبلاست بصير لها ماتوريشن بتعطيني كوندروسايت. هون حكي لي انه قبل ما الكوندروبلاست تصير تعمل لاينج داون للاكسترا سيلولار ماتريكس، بتقوم في انقسام او انقسامين عشان تعطيني الكوندروسايت. مشان هيك احنا لما نلاقي الكوندروسايت داخل الماتريكس بنلاقيهم على شكل زوج بتكون من خليتين او زوجين من الخلايا، اربع خلايا. هذا الاشي بيعتمد انه الكوندروبلاست اذا قامت في انقسام واحد بنلاقي خليتين، او اذا في انقسامين بنلاقي اربع خلايا. وهاي الكوندروسايت اهميتها to maintain the integrity of the tissue، انها تحافظ على الانتجريتي لهذا النسيج.
كمان من خصائص هذا النسيج انه هو بيكون avascular. avascular يعني ما بيكون موجود فيه blood vessels. طيب هاي الخلايا الكوندروسايت كيف بدها تتلقى التغذية؟ بالنهاية هي خلايا عايشة وبدها تغذية، يعني بتتلقاها عن طريق انه بيصير diffusion للنيوترشنز اللي بتكون موجودة في البلد، اللي بيكون موجود في الطبقة حوالي الكارتيتشو بنسميها بيريكوندريوم. بيري يعني حول، كوندريوم يعني النسيج الغضروفي. ففي طبقة، خلينا نحكي عنها بعدين لما نجي نحكي عن هاي المعلومة، في عنا طبقة اسمها بيريكوندريوم. هاي الطبقة هي عبارة عن دينس كونكتيف تيشو بتكون موجودة على الاكسترنال سيرفس اسمها البيريكوندريوم. موجود داخل، أهمية هاي الطبقة انه بيكون موجود داخلها بلد فيزلز. هاي البلد فيزلز فيها بتنتقل النيوترشنز من هاي البلد فيزلز الى الكوندروسايت عن طريق الديفيوجن. يعني مثلا نعتبر هذا هيك هاي هنا اللاكونة، الكوندروسايت بتكون موجودة في السنتر، بيكون حواليها موجود البيريكوندريوم اللي هو الدينس كونكت تيشو اللي بيكون موجود حوالي الكارت تيشو. داخل هذا النسيج بيكون موجود البلاد فيزلز، بعدين النيوترشن بتنتقل للكوندروسايت عن طريق الديفيوجن. اذا ما هي العمليه اللي بتنتقل فيها التغذيه من البلد فيزلز الموجوده في البيريكوندريوم للكوندروسايت للسنتر في الكوندروسايت؟ هاي العمليه اسمها الديفيوجن. وكمان معلومه مهمه انه الكوندروبلاست وين بيكون موجود موقعها بالضبط؟ ما هي بتضلها مع الكارتليج حتى بعد انه نمو الكارتليج او تكون اول مره، بتضلها معه عشان اذا صار في انجري يصير في تعويض ويصير في انقسام وتعويض لهذا الانجري، فبيظل موجود الكوندروبلاست. ولكن هاي الكوندروبلاست بتكون موجوده adjacent to the pericondrium، يعني هون بتكون موجوده بجانبها الكوندروبلاست. ركزوا كثير كويس على هذا التنظيم. أول إشي بكون في عنا في السنتر الكوندروسايت، بعدين بكون موجود في عنا الكوندروبلاست adjacent to pericondrium، بعدين بكون حواليهم آخر إشي البيريكوندريوم اللي هو دينس كونكتيف تيشو بيكون موجود داخله بلود فيزلز. وهاي البلود فيزلز بتنتقل النيوترشنز منها إلى الكوندروسايت. ليش؟ لأنه الكوندروسايت بتكون إيفاسكولار وبتحتاج تغذية، فبتنتقل إلها تغذية عن طريق الديفيوجن. هاي الصورة كمان under the microscope بكون موجود فيها هون الكوندروسايت في السنتر، بعدين حواليها بكون موجود الكوندروبلاست adjacent to the pericondrium، والبيريكوندريوم بيكون موجود فيها البلد فيزلز اللي راح تنتقل من خلالها النيوترشنز الى داخل السنتر للنسيج اللي هو بيكون موجود فيه الكوندروسايت. بناء على هذا الترتيب اللي حكينا عنه، اخر اشي بحكي لي هون في هاي الفقرة كلها، كل اللي بده اياه نعرفه انه هلأ القدرة النسيج على الانقسام من السنتر بتكون limited، very limited. ليش؟ لأنه بكون موجود عندنا كوندروسايت فقط، ما بكون موجود فيه كوندروبلاست. أما بالنسبة للإجز، بالنسبة للأطراف بالقرب من البيريكوندريوم، بيكون القدرة على الانقسام بتكون فيها عالية. ليش؟ لأنه بتكون موجود الكوندروبلاست في هاي المنطقة. So إذا صار في إنجري داخل السنتر للنسيج بالقرب من الكوندروسايت، ما رح يصير في تعويض، ما رح يصير في انقسام، لأنه ما في كوندروبلاست. رح يصير في فايبروسيس ورح يصير في كالسيفيكيشن لهاي المنطقة. So رح يصير في عنا السكارز أو الندب اللي بتصير واللي بتظهر على مدى العمر، يعني بتضلها موجوده، بتصير فايبروسيس وبتضل موجوده هذا الفايبروسيس. اما لو كان في انسان لكي مثلا وصار في عنده الانجري على الاطراف على الاجز، لما يكون موجوده هون الكوندروبلاست، هاي الكوندروبلاست رح يصير لها انقسام ورح يصير في تعويض لهذا الانجري، ولا الخلايا اللي صار لها تدمير، وما رح يصير في عندنا سكارز. بس يعني هاي الفقره كلها هذا اللي كان بدي تحكي. هلا هون بس ضل عندنا هاي المعلومه اللي هي كثير سهلة، انه بحكي لي الكارتليج تيشو بيكون limited in adults only in joints and ribs but more in growing children. كمية الكارتليج تيشو اللي بتكون موجودة عند الادلتس بتكون كثير اقل من كمية الكارتليج تيشو اللي بتكون موجودة عند الاطفال، وحتى عند الادلتس بتكون فقط محصورة على الارتيكولار سيرفيس تاعت البونز في الجوينت،
وعلى الربز اللي هم آخر الأضلاع، الأضلاع الأخيرة أعتقد 10 و11 و12، هذول بيكونوا عبارة عن كارتليج فقط. وأما كارتليج فقط، أما عند تشيلدرن ليش بيكون في عندهم كمية كارتليج أكثر؟ بس نعطيك مثالين بسيطين. أول إشي الإبيفيزيال بليت، المنطقة اللي بيدموا منها اللونج بونز، عند الأطفال بتكون بيكون لسه بطول، فهاي المنطقة بتكون عبارة عن غضاريف، شوي شوي مع العمر بصير لها كالسيفيكيشن وبتصير عبارة عن بونز، فبيخسروا كارتليج. هاي أول مثال. المثال الثاني مثلا اليافوخ اللي بيكون موجود في رأس الأطفال، هذا أول إشي بيكون عبارة عن كارتليج عشان يسمح للجمجمة إنه حجمها يكبر مع نمو الدماغ، شوي شوي بصير لها كمان كالسيفيكيشن وبتصير عبارة عن بون، فبخسر الكارتليج. عشان هيك بيكون الكارتليج تشو بيكون limited in adults وبتكون موجود more in growing children. هلا بدنا ننتقل للموضوع اللي بعده اللي هو growth of cartilage tissue. Growth of cartilage occur by two ways: interstitial from within and appositional growth from out في عند periphery. أول إشي بدنا نبلش في الانترستيشال كروث. بحكي إنه الكوندروبلاست within the existing cartilage divide and form small groups of cells, isogenous groups within, which produce matrix to become separated from each other by thin partition partition of matrix. أول إشي داخل النسيج الغضروفي من المنتصف، إحنا أول حكينا فوق إنه الانقسام بصير فقط عند الأطراف، عند الإجز، عند البريفري، ولكن إحنا هون بنحكي عن، ركزوا إنه إحنا هون بنحكي عن immature cartilage، mainly in immature cartilage. في immature cartilage لسه في عند النيوبورن بكون في كوندروبلاست داخل النسيج الغضروفي، هاي الكوندروبلاست بتعمل انقسام وبتكون لي isogenous group of cells، يعني الخلايا اللي بتنتجهم بتكون isogenous يعني متشابهات، نفس الإشي كوندروسايت نفس الإشي. بعدين هذا النسيج من خلال الماتريكس بيعمل انقسام لهاي المجموعات من الخلايا وبيعمل بينهم partition of matrix، بفصل بين هاي الخلايا. اذا الانترستيشل growth هذا الوي عبارة عن انه يكون في كوندروبلاست داخل النسيج الغضروفي الموجود اصلا، وبتنتج لي isogenous group خلايا متشابهة من الكوندروسايت، وبعمل الماتريكس لهذا النسيج على فصل هاي الخلايا. طلع هي كيف عامل بينهم partition، كيف عامل بينهم تقسيمي بين هاي الخلايا، وهذا النوع من الانقسام بصير عند النيوبورنز، بيكون موجود لسه عند الأطفال اللي قاعد الغضاريف عندهم لسه بتنمو من جديد. أما النوع الثاني من الانقسام اسمه الأبوزيشنال جروث. هلا فوق حكينا إنه في أول إشي بيكون في الكوندروسايت، بعدين بيكون حواليهم البريكوندريوم. بحكي لي ديب تو بريكوندريوم لسه في، يعني في المنطقة العميقة من هاي الطبقة في البريكوندريوم بيكون موجود عندنا ميزينكيمال سيلز سراوندينج ذا كارتليج إن ذا ديب بارت أوف ذا بريكوندريوم. بيكون موجود في عندنا ميزينكيمال سيلز، هاي الطبقة بنسميها كوندروجينيك لاير. كوندروجينيك لاير جينيك يعني أي إشي يمكن أخذته في الانترودكشن، أي إشي في تكوين جينيريشن نحكي عنها بنحط آخره جينيك. فهاي الكوندروجينيك لاير اللي بتكون ديب للبريكوندريوم بيكون موجود فيها ميزينكيمال سيل. هاي الميزينكيمال سيل بصير لها ديفرنشيشن وبتكون لي الكوندروبلاست، بعدين الكوندروبلاست هاي خلايا قادرة على تكوين كوندروسايت، ولكن هذا النوع من الانقسام بصير عند الأدلتس. يعني مثلا اذا صار في بده يكون في تعويض عند الادلتس او هيك بيكون عند الابوزيشن، بصير في ابوزيشنال جروث. مثلا اذا واحد صار في عنده انجري وصار في بده تعويض، كمان نفس ما حكينا فوق بصير في انقسام لهاي الكوندروبلاست. اللي هاي الكوندروبلاست من وين طلعت؟ من الكوندروجينيك لاير اللي بيكون موجود فيها ميزينكيمال سيلز which is locate which is locate in the deeper to the perichondrium، وهاي الخلايا بعدين بتعطيني الكوندروسايت. يعني آخر إشي صار تسلسل الخلايا في الأبوزيشنال way of growth، إنه أول إشي بيكون في عنا الميزينكيمال لاير، الميزينكيمال سيلز اللي بتكون موجودة داخل الكوندروجينيك لاير، هاي بصير لها differentiation وبتعطيني الكوندرو ما شاء الله الخط الكوندرو بلاست، بعدين الكوندرو بلاست بصير لها maturation وبتعطيني كوندروسايت عند الحاجة إلى ذلك كوندروسايت. مثلا إذا صار في إنجري أو ما إلى ذلك بصير تمايز أو ديفرنشيشن للكوندروبلاست بتعطيني كوندروسايت.
أعتقد إنكم بتعرفوا هذا الإشي، إذا الخلية انتهت في كلمة بلاست بتكون هاي الخلية استمسل لسه قاعد بتعطيني خلايا أكثر، أما إذا كانت كوندروسايت فهي هاي بتكون خلية يعني غير قادرة على الانقسام، بتكون خلص خلية صار لها ديفرانشيشن وكل شيء وغير قادرة على الانقسام. ولما أو هاي كمان الكوندروجينيك، الكوندروجينيك جينيك يعني إشي قادر على عمل ريجينريشن. هلا بننتقل للموضوع اللي بعده وهو تايبس اوف كارتليج، انواع الغضاري. في عندنا الهايلين كارتليج، الفايبرس كارتليج، الارتيكولار، والايش ضل هلا بنشوفهم بعدين، بس هلا بنبلش في اول واحد وهو الهايلين كارتليج. الهايلين كارتليج هو ذا موست كومن تايب اوف كارتليج، هو من اكثر الاكثر انواعها، الاكثر انواع الكارتليج شيوعا في جسم الانسان، بتكون موجوده في التريكيا، في اللارينكس، اند كفرز ذا ارتيكولار سيرفيسز اوف بونز. هاي الاشياء بسالوك عنهم اعتقد يعني بركزوا عليهم، انه هو وين بيكون موجود؟ بيكون موجود في التريكيا، في اللارينكس، اند كفرز ارتيكولار سيرفيسز اوف بون. بعدين بدنا نحكي عن التكون او الديفلوبمنت لهذا النوع من انواع الكارتج. ببلش يتكون لما يصير عمر الجنين 5 أسابيع، in about in the fetal in the fifth fetal week بيكون فيه بريسيزر سيلز. هاي البريسيزر سيلز بتصير راوندد اكثر، بتصير دنس متقاربه على بعضها اكثر، بتكون لي كتله دنسيتي باك. هاي الكتله اسمها سنترز اوف كوندريفيكيشن. اذا هاي البروسيزر سيرز بتصير راوندد اكثر وبتكون لي شيء اسمه سنترز اوف كوندريفيكيشن. بعدين هاي سنترز اوف كوندريفيكيشن بصير لها تمايز وبصير لها ماتوريشن وبتتحول لكوندروبلاست، وبعدين بتكون لي الكوندروسايت، وبهيك بتكون مراحل تكونها. اول شيء بكون في عندنا بروسيزر سيلز في الفيفث بيتل، بصير له راوند، بصير راوندد اكثر، بصير دنس اكثر، وبكون لي سنترز اوف كوندريفيكيشن اللي راح تصير لها تمايز وتعمل لي الكوندروسايت، الكوندروبلاست، بعدين الكوندروسايت. بالنسبة لشو بتكون هذا الغضروف؟ هذا النوع من أنواع الغضاريف بتكون من كوندروسايت بتكون موجودة أكيد في اللاكوني تاعتها. هاي الكوندروسايت بتكون موجودة في جيل لايك أمورفس كلير ماتريكس، بتكون موجودة في إشي كأنه زجاجي شفاف، بيكون صافي تحت الميكروسكوب ما ببين إلا هو، يعني بتكون موجودة بتشوف هيك بس الكوندروسايت، لا بيكون في فايبرز مبين تحت المجهر، ما بيكون مبين لا كوندروسايت لا فايبرز ولا شيء، بين كأنه هيك إشي شفاف زجاجي. وهاي الكوندروسايت بتكون متوزعة في داخل اللكونة تاعتها. مش احنا حكينا انه النسيج الغضروفي بتكون من الكوندروسايت وبتكون من اكسترا سيلولار ماتريكس، كمان بتكون من الفايبرز، حكينا الإلاستين والكولاجين. طب هون ليش ببين تحت الميكروسكوب فقط كانه ماده شفافه ما فيها، بس عباره عن سائل يعني عباره عن ووتر، وهاي هذا السائل الكلير ماتريكس بيكون موجود فيه الكوندروسايت. Because the collagen fibers are too fine to be resolved by light microscope and because they have about the same refractive index as the ground substance. يعني الكولاجين fibers بتكون كثير صغيرة، يعني حجمها بيكون 29 نانومتر which is very small، عشان هيك ما بتبين under the microscope، and لأنه الريفراكتيف index يعني المعامل الانكسار للكولاجين fibers وتقريبا مشابه للground substances اللي بيكون موجود فيها، عشان هيك ما بظهر ببين كأنه كلير ماتريكس، وهذا الكلير ماتريكس بتكون الكوندروسايت متوزعة فيه داخل اللاكوني تاعتها. وهاي الكولاجين فايبرز بتكون كولاجين من النوع الثاني، الكولاجين تايب 2، وبحكي كمان انه هذا الكولاجين تايب 2 بيكون موجود في اغلب انواع الكارتليج باستثناء الفايبرو كارتليج. كولاجين accounts for 40% of the dry weight of the matrix. هلا هذا الماتريكس بتكون من dry weight، وبتكون كمان مثل ما حنشوف كمان شوي انه بتكون من water. بالنسبة للdry weight 40% بيكون عبارة عن كولاجين، يعني كمية كبيرة من الكولاجين بتكون موجودة داخل هذا الماتريكس لهذا النسيج الغضروفي. هذا النسيج الغضروفي يعتبر فريش كارتليج. ليش فريش؟ لأنه كمية الووتر داخله كثير كبير، يعني 75% منه بيكون ووتر. ليش؟ لأنه الجاجز اللي بتكون موجودة داخل هذا النسيج تعمل على امتصاص الووتر، فبتكون كمية المي كبيرة داخل هذا النسيج. Which forms a gel with the component of the ground substance. عشان هيك بيكون هو عبارة عن جيل لايك، بيكون كلير ماتريكس. لا بيكون جيل لايك. ليش بيكون جيل لايك؟ لأنه بيكون كمية المي كثير، يعني كثير 75% كمية مش هيني، يعني أكثر من النص بيكون مي.
cartilage is nourished by diffusion of gases and nutrients through this water. حكينا إنه التغذية تصل إلى النسيج الغضروفي عن طريق الديفيوجن. لما صار لها ديفيوجن كمان بصير ديفيوجن بتنتشر، بيساعد على انتشار هاي التغذية الووتر الموجودة داخل هذا النسيج. الميكروسكوبيك فيتشرز اللي هم راح تركزوا عليها اكثر في اللاب بيكون بيظهر داخل تحت الميكروسكوب. الكوندروسايت اللي بتحتوي على سنجل نيوكليولاي، جرانيولار سايتوبلازم، بيزوفيليك كروماتين، يعني بيزوفيليك مش بيزوفيليك يعني لونها ازرق الكروماتين داخله بتشوفوا بيزوفيليك. ليبيد دروبليتس سايز كورسبوند تو ماتوريتي اوف ذا كوندروسايت، كل ما زاد عمر الكوندروسايت كل ما كان الليبيد دروبليتس داخلها بتكون اكبر. كمان مثل ما حكينا قبل شوي انه بنلاحظ وجودهم على شكل ازواج، وذلك بسبب قدرة الكوندروبلاست على عمل انقسام من انقسام الى انقسامين قبل ما تصير كوندروسايت. عشان هيك احنا بنلاقيهم من خليتين، ممكن نلاقيهم خليتين، اربع خلايا، ثلاث خلايا. وهاي الخلايا حكينا عنهم انهم ايزوجينس جروب. ليش ايزوجينس؟ لانهم بتشابهوا في الصفات، يعني ظهروا من نفس الكوندروبلاست اللي هي نفسها الكوندروبلاست انقسمت تعطيني نفس الكوندروسايت، فبيكونوا متشابهين نحكي عنهم ايزو ايزوجينس جروب. هلا بدنا ننتقل للنوع الثاني من انواع الكارتليج، اسمه الالاستيك كارتليج. هذا النوع من انواع الكارتليج هو مشابه كثير للهايلين كارتليج، وهلا بنشوف. Main cells are chondrocyte has abundance of delicately branched elastic fibers which give its elastic characteristic within its matrix in addition to collagen type 2. يعني هو بيكون موجود فيه الكولاجين تايب 2 وبيكون موجود موجود فيه الالاستيك فايبرز، وهاي delicately يعني بتكون هيك رقيقه هاي الفايبرز وبتكون branched. واخذته عن الالاستين فايبرز اعتقد في الفيرست. هاي مثل ما بتشوفوا هاي الاشياء الظاهره اللي هي بتكون لونها اسود. في الهايلين كارتليج كان مبين بس إشي سائل زجاجي، هون هذا اللي بتشوفوه كله إلاستيك كارتليج. الكولاجين تايب 2 ما ببين، نفس اللي فوق نفس الهايلين كارتليج كان فيه كمان كولاجين تايب 2 بس ما ببين، يعني هذا اللي بالصوره كله اللي بتشوفوه عباره عن إلاستيك كارتليج. وين بنلاقي الإلاستيك كارتليج؟ بنلاقيه في المناطق اللي بتحتاج إلاستيسيتي كثير، يعني في وين مثلا؟ في الإبيجلوتيك كارتليج، في بنلاقيه في الكورنيكيوليت اند كيونيفورم كارتليج اوف ذا لارينكس. هاي اشياء بتكون يعني structures بتكون موجودة في الكارد في ال في اللارينكس which attached to the vocal cords. والvocal cords يعني أشياء دائما بتتحرك. الإبيجلوتس اللي نسيت والله إيش اسمه في العربي، بس هو اللي بمنع دخول الطعام على التريكيا، وهو يعني إشي كثير بيحتاج إلى elasticity، إلى مرونة. the cartilage of the external ear and the auditory tube. إذا الإلاستيك كارتليج هو بيشبه الهايلين كارتليج بس، وبيكون موجود فيه كولاجين تايب 2 بس، اللهم انه ما بيكون موجود فيه الالاستيك فايبرز اللي هي هاي الاشياء البرانشد اللي بتكون رقيقه ولونها اسود تحت الميكروسكوب، اسمها الالاستيك فايبرز. وبتكون موجوده في الابيجلوتس الاستين، بتكون موجوده في الكورنيكيوليت، وفي الكيونيفورم كارتليج موجوده في اللارينكس، ايضا بتكون موجوده في الاكسترنال اير وفي الاديتور تيوبس. هلا بدنا نحكي عن النوع الثالث من انواع الكارتليج تشو، وهو الفايبرس كارتليج. A form of connective tissue transitional between dense connective tissue and hyaline cartilage. يعني هو بيكون بين الهايلين كارتليج، مش مثل الالاستيك حكينا بشبه هذاك، بشبه الهايلين كارتليج بس انه بيكون فيه الاستين فايبرز. هذا بيكون بين الدنس كونكتيف تيشو والهايلين كارتليج. كوندروسايت مي لاي سنجلي اور ان بيرز. هلا حكينا في الهايلين كارتليج وفي الالاستين كارتليج بيكون في الكوندروسايت على شكل ازواج داخل اللاكوني. هاي بتكون في اما على شكل بيرز او سنجلي، وعلى الاغلب بتكون على شكل سنجلز. But most often they form short rows between dense bundles of collagen. على الاغلب بتكون خلايا هيك، يعني خلايا لوحدها بتكون ومتشكل لي صفوف بين الكولاجين مصطفى بين الكولاجين فايبرز. which provide extra strength. يعني هذا النوع هذا الترتيب او هذا الاصطفاف بيعطي الكارتليج قوه اكثر. It contrasts to other cartilage types. Collagen type 1 is dominant in fibrous cartilage. مثل ما حكينا فوق إنه الأغلب الأنسجة الغضروفية بيكون فيها الكولاجين type 2، إلا الفايبرس كارتليج بيكون فيه كولاجين type 1. والكولاجين type 1 ببين under the microscope، مش مش مثل الكهيوم، مش مثل الكولاجين type 2 اللي بيكون معامل الانكسار إله بيشبه الجراوند substances. لا هذا ببين.
found in relation to joints, forming intra-articular discs and menisci, and is the main component of intervertebral vertebral disc. بس عشان تربطوا المعلومات في بعض، حكينا فوق إنه هذا النوع من أنواع الفايبرس، من أنواع الكارتلج اللي هو الفايبرس كارتلج، بيكون بتميز في قوة، إنه يعني قوة مقارنة في الأنسجة الغضروفية الثانية. وحكينا مثلا إنه السبب اللي هو اصطفاف الخلايا على شكل روز والكولاجين تايب واحد وهذا الأشياء. عشان هيك إحنا بنلاقيه في المناطق اللي بتكون فيها امتصاص لشوك، بكون فيها دائما امتصاص لصدمات، بكون فيها دائما احتكاك. وين هاي المناطق بنلاقيها؟ بتكون في الانترا ارتيكولار ديسك، انترا ارتيكولار ديسك في الفيرتيبرال كولومن، بكون في عليها ضغط كثير الانترا ارتيكولار ديسك. عشان هيك لازم يكون فيها كارتلج قوي واللي هو الفايبرس كارتلج. وكمان عشان تربطه المينيسكي اللي هي بتكون موجوده بين الارتيكولار سيرفيس بين اللونج بونز، مثلا عظمه الثاي وعظمه التيبيا بيكون بينهم هذا الارتيكولار سيرفيس بنسميه المينيسكي، وبيحتاج انه قوه كبيره عشان يتحمل الصدمات اللي بتتوجه له بشكل يومي. عشان هيك يعني اذا بدكم تربطوا ليش بيكون موجود في الفايبرس كارتج. حكينا مثلا فوق الهايلين كارتج وين بيكون، في التريكيا، في اللارينكس، وفي الاشياء. المهم اللي بعده بحكي لي it is not surrounded by pericondrium. هو ما بنقدر نلاحظ البريكوندريوم، وهي ما بتكون محيطة في البريكوندريوم مثل الأنسجة الغضروفية الثانية اللي هي الهايلين كارتج واللاستيك كارتج. كمان mirrors imperceptibly into the neighboring tissue, typically tendons or articular hyaline cartilage. مش احنا حكينا انه هو بيكون في ما بيكون موجود في البريكوندريوم، حتى ما بيكون في اشي هيك محدده يعني انه اعرف بالضبط انه هذا هون بلشنا وهون انتهينا. عشان هيك بشكل غير محسوس انت بتنتقل من هذا النسيج للنسيج اللي بيكون حواليه. مثلا شو بيكون؟ مثلا typically عادة بيكون اما بيكون tendons لمسل، او بيكون مثلا articular hyaline or articular hyaline كارتج، هذا النسيج اللي بيكون حواليه. وكمان بحكي لي انه it is difficult to define the pericondrium because of the fibrous appearance of the cartilage and the gradual transition to surrounding tissue types. يعني هو بشكل تدريجي ببلش يتحول حتى يعطيني النسيج اللي بعده اللي هو مثلا التندون او اشي ثاني. فهو كيف الكونكتيف تيشو، الدنس كونكتيف تيشو بيكون تدريجي بتحول، مش انه والله اشي محدد. فوق حكينا مثلا هون هاي الكوندروبلاست، كوندروسايت، هاي البيريكوندريوم، بعدين بننتقل للنسيج اللي بعده. هون لا، بشكل غير محسوس بننتقل من نسيج لنسيج اخر خلال هذا الفايبرس تيشو، لانه ترانزيشنلي بننتقل للنسيج اللي بعده. مشان هيك ما بنقدر نحدد البيريكوندريوم وجودها اندر ذا مايكروسكوب. هلا هذا الكارتلج بكون فيه تراكيب. اول اشي بتكون من انيولس فايبروسز، يعني هو عباره انيولس يعني رينج شيبد. هي هون اذا شايفين عباره الفايبرز بتكون عباره عن رينج شيبد، وداخلها رينج شيبد من الفايبرز، داخلها بكون في عندنا النيوكليوس بيلبوسز. هي عباره عن جيل لايك ماتيريال which provide the shock absorbing characteristic of fibrocartilage. يعني مثلا تخيلوا انكم جايبين هيك اشي مطاطي وحاطين جواته مي، لما اشي بده يضغط عليه الاشي المطاطي المي داخله بتعطيه مرونه الاستيسيتي، وما بيصير بصير في شوك absorbing. طيب تخيلوا هذا الانيولس فايبروسيس صار له تمزق من كثر الضغط الدائم عليه، شو راح يصير؟ هلا بنشوف اللي هو البرولاكس اوف intervertebral discs. With age and lack of exercise, the muscle holding the vertebral column weakens and transforms the way to the articular discs, which causes the annulus fibrosis to break. When annulus fibrosis breaks, it allows the gel-like core to bulge outwards. The disc that is damaged then puts pressure on the spinal cord, causing severe pain. بحكي لي إنه مع تقدم في العمر وضعف العضلات وقلة الإكسرسايز، المسلز اللي كانت حاملة الفيرتيبرال كولومن راح تضعف، وراح تخلي الويت بيرينج حمل الوزن أو الثقل اللي راح يكون على مين؟ على هاي الانترفيرتيبرال ديسك. فراح يعمل تمزق، راح يصير فيه تمزق للأن شوي بس راح يصير هاي مبنية ها، راح يصير فيه تمزق للأنيولس فايبروسيس. هون شايفين صار فيه تمزق للأنيولس
فايبروسس. هذا الإشي بيؤدي إنه النيوكليوس بالبوسز الجيل لايك يخرج منها، هذا الجيل لايك ماتيريال يخرج منها، فبيسبب بريجر على مين؟ على الأعصاب. ولما يصير في بريجر على أي عصب هون بتكون البين، هيك بتكون البين في جسم الإنسان، والبين بعدين بينتشر العصب، يعني كل المنطقة اللي كان يغذيها هذا العصب بصير فيها بين للأسف، وهذا الألم اللي بيعانوا منه مرضى الديسك. هلا اخر نوع من انواع الكارتليج تيشوز اللي هو الارتيكولار كارتليج، هو سبيشالايزد فورم اوف هايلين كارتليج، يعني هو نوع متخصص من انواع الهايلين كارتليج، بيشبهه لدرجه انه هو سبيشالايزد تايب اوف ات. ترانسفورمز ذا ارتيكوليتنج اندز اوف ذا بون انتو لوبريكيتد وير بروف سلايتلي كومبريجبل سيرفيس ويتش اكزيبت فيري ليتل فريكشن. يعني هذا النوع من انواع الكارتليجز بيكون موجود على الارتيكولار سيرفيس، ليش؟ مشان يوفر لي لبريكيتد، يعني لبريكيتد يعني منطقه، لو بدنا نترجمها بالله اشوف، يعني هي منطقه مثلا هيك كيف المنطقه اللزجي هيك، مشحم، يعني كيف لما تحط شحم بين الشحمه لما يحطوا في السياره اعتقد بزيتوها وهيك. وير بروف يعني مقاومة للاهتراق. slightly compressible surface يعني قابل، يعني قادرة على تحمل الضغط. عشان هيك هي تظهر very little friction، ما بكون فيها احتكاك، وتكون كمية الاحتكاك بتكون قليلة جدا. يعني هي هذه من حكمة رب العالمين، لأنه المفاصل دائما بتتعرض للحركة والاحتكاك، فهي هذا الترانسفورم اللي بيظهر العظم على شكل الارتيكولار كارتليج بيساعد على تقليل الفراكشن قدر الإمكان. is not surrounded by epicondrium. صار مين اللي surrounded by epicondrium؟ بس اثنين، الهايلين كارتلج والإلاستين كارتلج فقط. and is partially vascularized. هذا الاشي يعني exception، انه بيكون partially vascularized. the main source of nourishment for articular cartilage is the synovial fluid which fills the joint cavity. اكيد ما هو بيكون موجود عند الarticular surfaces عند الجوينت، ومين بيكون موجود في ذيك المنطقة خطوة في الاناتومي؟ بيكون موجود synovial fluid اللي بيكون محاوط الكبسول بتاعت الجوينت. هلا هذا الكارتليج بيكون مرتب حق زونز، بيكون مرتب، بنرتبه لاكثر من زونز. في عنا التانجيتيال لاير، الترانزيشنال زون، الراديال زون، والكلاسيفايد كارتليج لاير. هذا الترتيب حسب ترتيب مين؟ الكوندروسايت والكولاجين فايبرز. كيف بتترتب الكولاجين فايبرز وكيف بتترتب الكوندروسايت؟ بنقدر نميز هاي اللايرز عن طريق ترتيبهم. اول لاير عندنا اسمها التانجنتيال لاير، هاي الطبقه بيكون فيها الكوندروسايت ار سمول فلاتند بارالل تو ذا سيرفيس اوف ذا كارتليج. هايها بتكون فلاتند سمول، وبتكون موازي، يعني اذا كانت هاي الطبقه بتكون موازي لها، هيها موازي لها، موازي للسيرفس، للسطح، للسطح. the most superficial part doesn't contain cells. بحكي لي يعني الاكثر اشي بتكون superficial ما بيكون فيها خلايا، بتكون هاي المنطقه فارغه. اول اكثر منطقه superficial بتكون منطقه فارغه ما بيكون فيها خلايا. collagen fibers in the matrix of the tangential layer are very fine. بتكون كثير رقيقه، يعني طلع هون مقارنه في هاي الراديال layer بتكون كثير، بتكون رقيقه مقارنه في layers الاخرى. هلا الطبقه اللي بعدها اسمها transitional zone، بتكون فيها الكوندروسايت تقريبا اكبر من اللي قبلها، around and occur both singly and is isogenous groups in isogenous group. يعني الخلايا بتكون في هاي الطبقه بتكون اكبر من اللي قبلها، بتكون rounded اللي فوق، rounded اللي فوق بتكون كانت flattened، وكمان بتكون اما موجوده على single او بتكون موجوده isogenous group، يعني على شكل مجموعات. collagen fibers take an oblique course through the matrix of the transitional zone. هيها ماخذه وضعيه اوبليك مائله، ما بتكون هون parallel to the surface فوق، كانت لا هون مائلة oblique. الراديال زون بتكون في الخلايا fairly large، يعني كثير كبيرة، تماما كبيرة،
and بتكون بتكون على شكل عواميد radial columns form radial columns the stacks of cells are orientated perpendicular to the articulating surface. هاي الarticulating surface وهي بتكون الكولاجين فايبرز بتكون على شكل كولومن عامودية على الارتكوليتينج سيرفس. هاي هاي الكولومن وهي الارتكوليتينج سيرفس فهي بتكون عامودية عليه. The course of the collagen fibers follows the orientation of the chondrocyte columns. وبحكي لي انه الكوندروسايت والكولاجين الكولاجين فايبر تتبع ترتيب الكوندروسايت. الكوندروسايت كمان بتكون بيربنديكولار وهي بيربنديكولار بتسوي لي كولومن بتكون بيربنديكولار على السيرفس. كالسيفايد كارتليج لاير اخر طبقة. هاي الطبقة it rests on the underlying cortex of the bone. هي يعني تقع او ترتاح على اخر طبقة من طبقات العظام. هي هون الكالسيفايد كارتليج وبحكي لي انه الماتريكس فيها بيكون اغمق داركر. The matrix of the calcified cartilage layers is seen slightly dark than the matrix of the other layers. يعني بيكون الماتريكس فيها هي واضح بيكون لونه تقريبا اغمق من الماتريكس في الباقي اللايرز. هيك بنكون خلصنا كل طبقات الارتيكولار كارتليج وخلصنا الحديث عن كل انواع تايبس اوف ذا ارتيكولار كارتليج ذا الكارتليج تيشو بشكل عام. هلا بدنا نحكي عن الفانكشن اوف ذا كارتليج. It is the main component that make the fetal skeletal system and with time it is replaced with bone tissue. حكيت لكم هاي المعلومة فوق انه العظام اغلب عظام الاطفال بتكون عبارة عن كارتليج. مع مرور الوقت بصير لها calcification وmaturation بتصير bones حقيقية. Very important for development because it is the precursor. Most of the bones of the skeleton are preceded by forming temporary cartilage model. يعني هي نفس المعلومة انه اول اشي بتكون عبارة عن cartilage بعدين مع time بصير لها development وبتصير عبارة عن bone حقيقي. In the formation of bone, initially we have a cartilage plate and then the cartilage plate will be converted to bone by invasion of the osteoblast bone forming cells into bone. يعني المنطقة اللي بتطول من عندها العظم او البليت المنطقة اللي بتطول عندها العظم هي بتكون عبارة عن cartilage plate. هذا cartilage plate ببلش يتوسع ويكبر بعدين الاوستيوبلاست بتعمل invasion يعني بتهاجمه وبتحول بصير له calcification وmaturation وبصير لعظم. مش بس يعني هون شو الفرق بين هذا البوكس اللي فوق. هذا كان بحكي عن الفيتال سكيلتون سيستم بشكل عام انه هو كله كان عبارة عن cartilage بعدين بصير العظم كله كان كارتليج بعدين بصير الاوستيو او بصير عظم. هون لا بحكي لي في العظم نفسه بكون في عندي كارتليج بليت هذا منطقه النمو انه بس ببلش يتوسع ويكون لي كارتليج جديد وهذا الكارتليج الجديد بصير له انفيجن باي اوستيوبلاست وبصير لعظم حقيقي. نقطة ثانية إنه الكارتليج is also formed very early during the repair of bone fractures important for healing of bone fractures. يعني لما يصير في bone fractures المنطقة العظم الجديد اللي بتكون بيكون عبارة عن كارتليج بعدين بصير له transformation إلى لبون في عملية البون healing. Healing cartilage ends of the bone are usually rough which makes their movement in the joint difficult and not smooth. So hyaline cartilage covers the ends of the bone and reduce friction forming a cushion, يعني cushion مثل الوسادة, shock absorbent and a smooth surface for the joint. بحكي لي انه نهايات العظمية بتكون يعني بتكون قاسية بتكون صلبة فاذا بده يصير في احتكاك بينهم رح يكون في كمية عالية من الاحتكاك. عشان هيك الهايلين كارتليج بتكونني كأنه كشن يعني مثل الوسادة forming a cushion for shock absorbent عشان تمتص الصدمات عند الارتيكولار سيرفيسز. وهي المعلومة حكيناها وكررناها كثير خلال المحاضرة. فايبرو كارتليج form articular disc meniscus and intervertebral disc which provide extra support at weight bearing areas. It also acts as shock absorbent. نفس حكينا هاي المعلومة فوق انه في الانترفيرتبرال ديسك هاي المنطقة بتكون فيها weight bearing بتكون فيها تحمل لوزن ثقيل اللي هو الفيرتبرال كولومن فعشان هيك بتعرض ل كمان بتعرض لشوك اثناء الحركة. وبالاضافة الى انه weight bearing بيحتاج الى fibrous cartilage اللي هو بيكون strong وبيكون فيه shock absorbent.
هاي الصور بتوضح لي مكان الهايلين كارتليج اللي هو بيكون على الارتيكولار سيرفس، هاي الباتيلا والباتيلار سيرفس اوف فيمر. الباتيلار سيرفس اوف فيمر اللي هي المنطقه اللي بتستقبل الباتيلا اللي هي عظمه الركبه، السيرفس اللي بيستقبلها الباتيلار سيرفس بيكون عباره عن هايلين كارتليج. اما هاي المينيسكس اللي بتكون موجوده بين عظمه الثاي هاي ها هون وعظمه التيبيا، اللي بينهم العظمه هاي اسمها لا هذا الستركشر مش عظمه، هاي الكارتليج اللي بينهم اسمه المينيسكس. ايضا هون بحكي لي the glenoid cavity of the scapula is the articulation surface of the head of the humerus forming shoulder joint. It is also shallow cavity which is deepened by a fibrocartilage called labrum. Well, labrum which encircles the cavity. Encircles the cavity. هون هذا مين؟ هذا الجلينويد كافيتي اللي بدها تستقبل الهيد اوف ذا هيوميرس. عشان تخلي المنطقة عميقة أكثر أو أعمق وتكون قادرة على استقبال الهيوميرس، في إشي بيكون حواليها اسمه اللابرم. هذا هو اللابرم، بس شوي أشرك عليه. هون هاي اللابرم، هذا اللابرم بيساعد على انه تكون هاي الكافيتي غويطه اكثر عشان تكون عميقه اكثر، فهو بيعمل it is shallow cavity which is deepened by the fibrocartilage called labrum which encircle the cavity. بيحوط الكافيتي وبيخليها عميقه اكثر. هذا اسمه fibrocartilage اسمه labrum، وهو نوع من بعطيك مثال على الفايبروكارتلج اللي بيكون موجود في جسم الانسان اللي في عند الكلينويد كافيتي. آخر شيء بدنا نحكي عنه في هاي المحاضرة اللي هو degeneration and regeneration of cartilage. Due to the fairly poor access of nutrients to the chondrocyte, they may undergo atrophy in deep parts of the cartilage. بحكي لي بسبب قلة التغذية اللي بتوصل للخلايا خصوصا المناطق العميقة في الكارتليج بصير في atrophy. الاتروفي اللي هو ضمور أو انكماش للخلية خصوصا في المناطق العميقة في الثيك كارتليج. Water content decrease and small cavities arise in the matrix. بحكي لي في الكمية المياه أو المي داخل الكارتج راح تقل وراح يضل محلها cavities. هاي الكافيتيز بعدين which often leads to the calcification of the cartilage. بصير فيها calcification وتكلس في هذا في هاي المناطق وفي هاي المناطق من الكارتج. These further compromise nutrition. The chondrocyte may eventually die and the cartilage is gradually transformed to bone. بحكي لي إذا ظل إنه استمر إنه يصير في atrophy ورا atrophy في الكارتليج وموت تدريجي للخلايا وcalcification أكثر للخلايا بصير تتحول هذا النسيج الغضروفي إلى نسيج عظمي إلى bone. Chondrogenic activity of the perichondrium is limited to the period of active growth before adulthood. يعني بحكي لك إذا جيت بدك تسأل نفسك ليش ما صار في عندي chondrogenic activity وصار في عندي انقسامات وعوضت هذه الخسائر، بحكي إنه هاي الchondrogenic activity بتكون محصورة على منطقة على فترة زمنية بيكون فيها الactive growth بيكون فيها الgrowth active. إيمت هاي الفترة بتكون قبل في الأدلتود limited to the period of active growth before الأدلتود، لا قبل الأدلتود، قبل ما الإنسان يصير أدلت هو young بيكون في فترة الإنسان فيها الجروث عنده active. بعد هاي الفترة بصير في اللي هي الكالسيفيكيشن والووتر كافيتيز بتتشكل وكل هاي الأشياء. Although chondrocytes are able to produce matrix component throughout the life, their production cannot keep pace with their repair requirements after acute damage to hyaline or articular cartilage. يعني هو بحكي لي انه ما هون بحكي لي انه مع انه الخلايا الكوندروسايت قادرة على انتاج ماتريكس كومبوننت خلال الحياة بعد فترة الاكتيف جروث، ولكن هاي الماتريكس اللي بتنتجها غير قادرة على انه تعمل ريبير او تعمل اصلاح للدمج اللي بصير في الهايلين كارتليج، عشان هيك بصير في كالسيفيكيشن. If these cartilages are injured after the period of active growth, the defects are usually filled by connective tissue or fiber تشو كارتليج. يعني بصير فايبروسيس لهي المنطقه اللي صار فيها انجري عشان تحمي باقي النسيج اللي ضل. The extracellular matrix of these repair tissue is only poorly integrated with the matrix of the damaged cartilage.
يعني انه الخلايا النسيج اللي صار له اصلاح الريبير تيشوز الاكسترا سيلولار ماتريكس بصير بشكل ضعيف مدمج مع الدمجد كارتليج. اخر شيء في عنا اكمل سؤال لطيفين. اول سؤال بحكي ستيم سيلز اوف كارتليج تيشو از بريزنت ات، حكينا انها بتكون adjacent to pericondrium. The most common type of cartilage in our body is hyaline cartilage حكيناها. What do glenoid, labrum and intervertebral discs have in common؟ اثنين بيكونوا made of fibrocartilage. السؤال الرابع What do cartilage and epithelial tissues have in common؟ اثنين بيكونوا both are avascular. The oldest generation of chondrocytes are present at the center of the cartilage plate. ليش؟ لأنه حكينا بكون في عنا اللاكوني هون، اللاكونة اللي بيكون موجود داخل هاي في السنتر، حواليها بيكون في البيريكوندريوم. تخيل هي ما بتكون موصولة لهالدرجة، يعني هيك ها البيريكوندريوم بتكون adjacent to it. في عنا الكوندروبلاست، أول ما تتكون خلايا جديدة بتكون عند الأطراف هاي بتنقسم تعطيني خلايا جديدة، هاي خلايا جديدة خلايا جديدة. أما الكوندروسايت اللي بتكون في الوسط بتكون أقدم، كل ما كانت في الوسط أقدم، وهون رح يجي على أطرافها كمان في كوندروبلاست ورح تكون خلايا أجد خلايا جديدة. فكل ما اتجهنا للمنتصف حتكون الخلايا أقدم. هيك بتكون خلصت هاي المحاضرة، إن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا منها، يعطيكم العافية.